أخيرا بقى، عشان أنا معايا دقيقة واحدة، في حاجة عايز تضيفها؟ في حاجة كنت عايز تقولها وما قلتهاش؟ هو حقيقة يعني الكلام على أخت كاميليا أثار الشجون، يعني أثار يعني أثار في النفس شجون وقلب علينا المواجع كما يقال يعني. فإن كان من دقيق يعني من شيء أذكره في نهاية الحلقة، فهي إن أنا أوصي المسلمين بالدعاء لها عند كل إفطار يعني، وأوصي المسلمين بذكرها عند كل صلاة، وأوصي المسلمين إن هم لا ينسوها. كاميليا قصة يجب أن تقاصل كل أبنائنا وكل بناتنا. كاميليا عنوان مرحلة يجب ان هو يعيش في داخلنا. كاميليا يعني ينبغي ان تكون خط عريض في حياة كل مسلم يعلم قصتها لأبنائه الصبر والأمانة والتقوى والتوكل على الله عز وجل. وأوصي المسلمين جميعا بالدعاء لها عند كل صلاة، عند كل إفطار، عند كل سحر، ان شاء ونسأل الله الله استاذ ان خالد، يتقبل منا يمكن ومنكم. خلاص هو وقت حلقتنا انتهى. شكرا، بالفعل انا كنت جزاك سعيد الله خير، معاك. جزاك الله خير. اعزائي المشاهدين، انا بشكركم وبشكر ضيفي الاستاذ خالد حربي، مدير موقع مرصد الاسلامي. نترككم في امان الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.